مساء الخير. ما زال تحقيق مرفأ بيروت هو القضية الأهم اللي بتثير اهتمام الشارع اللبناني رغم كل التحديات الصحية والاقتصادية الأخرى. أحداث الشغب الأخيرة اللي طالت بعض المناطق اللبنانية واللي طالبت بعزل القاضي بطار عن دكة القيادة لتحقيق انفجار المرفأ. بهالسياق رد وزير العدل اللبناني هاري خوري أنه طارق البطار هو سيد ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت ويلحق له استدعاء من يريد. أضاف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، في إشارة واضحة إلى عدم نية الحكومة بحث ملف التحقيقات بانفجار المرفأ أو تنحية البطار. فهل من الممكن عزل القاضي من منصبه؟ وما هي الخيارات القانونية المتبقية له في قضية انفجار المرفأ؟ وماذا يمكن أن تكون خطواته المقبلة إذا استمر في منصبه؟ أسئلة كثيرة أخرى تراودنا نطرحها الليلة على ضيوفنا من بيروت، عضو لجنة المحامين للإدعاء عن الأجانب فاروق المغربي، والمدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صغية، والكاتب الصحفي جاد شحرور. أهلا وسهلا بكم في حوار بلس. لكن قبل البدء في الحوار دعونا نتعرف على الملف الشخصي للقاضي بطار وملخص ما حصل في لبنان في الأيام الأخيرة. أعود وأرحب بضيوفنا من بيروت، عضو لجنة المحامين للإدعاء عن الأجانب فاروق المغربي، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صغية، والكاتب الصحفي جاد شحرور. أهلا وسهلا بكم. نبدأ حوارنا الليلة معك نزار، كيف تقيمون حتى الساعة ردود الفعل إن كان من وزير العدل أو من مجلس القضاء الأعلى، بطبيعة الحال أيضا المواقف السياسية ولعل أبرزها من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؟ مساء الخير. مساء النور. يعني لحديت اليوم عم نشهد من احد الفرق السياسيين وخاصه حزب الله وحركه امل محاوله عزله بطرق مختلفه من خلال القضاء، من خلال الحكومه، البرلمان الى اخره، وعم بيصير في ضغط حتى بالشارع. بمقابل هالشيء عم بيكون في محاولات سياسيه لايجاد تسويه معينه، تسويه تحفظ بدون ما تخل بموازين المحكمة أو بمبادئ العدالة. في كتير اقتراحات اليوم مطروحة، ما بعرف إذا هيدا الشيء رح ينقبل، لأنه الهجوم على القاضي بطار هو هجوم تعدى كل حدود وتجاوز كل معقول، وبالتالي نحن بهيدا المحل هلأ. أنتقل إليك فاروق، يعني تعليقكم على كل ما يجري، وهل تتخوفون اليوم من ضياع الحقيقة في حال نجحت هذه الأطراف السياسية بتنحية القاضي؟ أولا إذا بدنا نحكي بتنحية القاضي، هناك حاليا سبيل وحيد لتنحية القاضي هو نقل الدعوى للارتياب المشروع. كونه رد القاضي، يعني هناك صار فينا نعتبر ثلاث اجتهادات، اثنين بال2007 وواحد بملف او اثنين حاليا بملف الرئيس بيطار، لانه محكمه الاستئناف غير لا يمكنها رد القاضي بيطار، فبالتالي ما عاد عندنا غير محكمه التمييز الجزائي بموضوع نقل الدعوى للارتياب المشروع، وهيدا امر مستبعد كون القاضي بيطار حسب كل يلي مبين هو عم يلتزم بالاصول القانونيه وغير وليس مسيس الملف كما يتم الادعاء. ف
فمن هون ما بعرف الحكومة شو بعد عندها خيارات، لأنه خيار موازاة الصيغ يلي نحكى عنها وهي من عين القاضي يمكن تنحيته، هيدا خيار غير قانوني، وكمان بحس ما وزير العدل ما حيمشي فيه ورئيس الحكومة كمان ما حيمشي فيه. أو بالموضوع الثاني اللي هو سحب الملف من المجلس العدلي، كون الملف يتم إحالته إلى المجلس العدلي بمرسوم من مجلس الوزراء، وهيدا كمان خيار على ما أعتقد الحكومة ما حتمشي فيه كون حكت بموضوع بمبدأ فصل السلطات، يعني خيار موازاة الصيغ غير ناجح. ولكن طبعا أتخوف أنا بمحل في حال تم تنحية القاضي بيطار لسبب أو لآخر، أو هو تنحى بضغط أو لا ما بعرف كيف، ان تضيع الحقيقة، لأنه لما وصلنا لقاضٍ يريد أن يعمل بجدية بعيدا عن التسييس، يلتزم بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبقانون العقوبات وبكل قوانين المرعية الإجراء، صار في عنا مشكلة عليه. وهيدا الشيء طبعا سنغوص بتفاصيل أيضا السيناريوهات وأين الحقيقة وهل ممكن أن تضيع مع القاضي بيطار. لكن سؤال لك جاد، هناك تباين إن صح التعبير بخطاب الإعلام اللبناني فيما يتعلق بهذا الموضوع حيال ما جرى نهار الخميس الماضي في بيروت، وأيضا حول الأسبوع المقبل، لأنه هناك أيضا يعني اجتماعات للقاضي بيطار. طبيعة الحال أدوات السلطة كثيرة في الهجوم على ملف التحقيق أو بالمباشر على القاضي طارق بيطار. يعني أهم هذه الأدوات هو إما الإعلام المسيس من جهة، ومن جهة أخرى الجيوش الإلكترونية. هذا الشيء ممكن الواحد بشوية مراقبة يعني يلفت له نظره. مثلا في الخطابات السياسية، من بعد كل خطاب سياسي يكون أو مبني على هجوم على القاضي بيطار، نشهد على مواقع التواصل الاجتماعي هجوم ممنهج وليس يعني هجوم قد يشنه فرد أو آخر، إنما هجوم ممنهج يعتمد على ثلاث أنواع من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني يمكن أن يكونوا إعلاميين محسوبين على الفريق الذي يريد مهاجمة طارق بيطار، أو مؤثرين معروفين أو مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي يتم تجنيدهم في هذه الأوقات للهجوم السياسي، وثالثا الحسابات المزيفة التي يتم خلقها في يعني في الساعة أو في خلال 48 ساعة أو أقل بحسب الطلب، للتركيز على وسوم أو هاشتاجات معينة لضرب مصداقية البيطار. وهنا يأتي لعب دور السلطة في استخدام الصورة والنارتيف أو السرد ضد أي قضية يريد تريد هذه السلطة تمييعها أمام الرأي العام. طيب ضيوفنا الكرام، سنتابع معكم الحوار، ولكن قبل ذلك لنستمع لرأي الشارع اللبناني الذي سألناه إذا بيعتقد أن الضغوط ممكن أن تؤدي لعزل القاضي طارق بيطار. نتابع. أنا برأيي في عليه ضغط كتير كبير للقاضي طارق بيطار، وهيدا بدل على الطرف اللي هو معني بهيدا الانفجار. معقولة يعزلوا؟ وأنا بقول إنه الحقيقة ما رح تنقال، حتى لو هو معه حق وأنا معه 100%، وعارفين مين حاطط النيترات. ممكن، لأنه هي مش بس ضغوطات سياسية، هي في قصة سلاح بالنص. يعني شفنا المشهد اللي صار من كم يوم. هو هذا الشيء اللي بده يصير، يعني على الضغط اللي عم بيصير عليه، يمكن انه مش انه هو شخصيا يطير لانه بده يطير او لانه عباله يطير او لانه الضغط عم بيصير. لا، هو مش اول مره يعني بصير فيه ضغوطات على حدا كرمال عم يعمل شيء منيح للبلد ويشيل الشيء اللي مش منيح يلي كلنا عارفين شو هو، يعني وحاجه يجربوا يغيروا مسار التحقيق لانه كلنا عارفين مين فجرنا. هلا ممكن او غير ممكن ما فيني اقول لك، بس نحن بدنا الحق يبين، بس غير هيك مين عمل القصة، مين جاب اللترات، مين يعني بدنا يتوضح كل شيء. ممكن يكون انه يتم عزله، ممكن يطلع فريق مثلا ضد، ما بقدر اقول لك يعني، بس شيء وارد، يعني شيء وارد، بس حرام ينعزل. نعود إلى ضيوفنا. نزار، أود أن أسألك عن الطروحات، يعني ذكرت بإجابتك الأولى أن هناك العديد من الطروحات يتم تداولها الآن لإخراج البلاد من الجمود السياسي إن صح التعبير، خصوصا الحكومة فيما يتعلق بهذه القضية. ما الطروحات التي برأيك يعمل عليها الآن بجدية؟ الطرح الأكثر شيء جدية هو أنه يعملوا مثل هيئة استئناف لقرارات القاضي بيطار، بمعنى أنه قراراته بيقدر ينطعن فيها قدام مرجع أعلى، وخاصة بما يتعلق بالوزراء
النواب، يعني في منهم عم يحصروها بس بالوزراء والنواب، ولكن وحتى عم ينقال انه غدا ربما يطرح الموضوع على البرلمان، بس بتقدير التسوي لم تنضج بعد، لانه يبدو انه حزب الله وحركه امل مصرين على مفاعيل فوريه، وبالتالي بدهم أن القانون إذا طلع ينعرف مين الأعضاء تبع هيدي الهيئة، يضمنوا أنه الأعضاء تبع الهيئة هم من الناس المقربين منهم جدا لحتى يقدروا ياخذوا القرارات بكسر قرارات القاضي بيطار. في حال صحة هيدي المخاوف ويلي عم ينحكى فيها، بنكون رايحين على تسوية ممكن تؤدي للأسف لعزل مقنع للقاضي بيطار، بمعنى أنه تصير كل قراراته تقريبا راح يطعن فيها قدام مرجع معروف قراراته سلفا. طيب استاذ فاروق، امام هذا الطرح اللي بحسب نزار يعني يتم درسه جديا في بيروت، ما الخطوات التي يمكن ان تقوموا بها؟ لانه كما يقول نزار وكما يعني تبعنا حتى اراء قانونيين انه اي قرار من هذا النوع بطبيعه الحال هو كف يد مقنعه للقاضي بيطار. هو هون بدي يمكن استعير يلي حكي نزار امبارحة انه هو مطلب حق يقصد به باطل. يعني نحن منا ضد اصلاح موضوع المجلس العدلي، المجلس العدلي كمحكمة استثنائية، ولكن المجلس العدلي بال94 احد يوسف شعبان تم توقيفه بجريمة اغتيال دبلوماسي، بجريمة اغتيال دبلوماسي اردني. بال2001 بين براءة هيدا الشخص، هذا الشخص من 2001 ل 2005 بقي موقوف وهو بريء لحتى صدر قانون عفو خاص. ما شفنا حدا من النواب المشرعين يلي هن حاليا عم يعترضوا على مسار التحقيق وعلى مسار عمل المحقق العدلي والمجلس العدلي، ما شفنا قاموا بورشه تشريعيه ولا شفنا قاموا باي شيء، معتبروا الموضوع ما بيعنيهم. ولكن حاليا صار كل طرح الافكار انه قاضي لا يمكن ان قاضي وحيد ان يدير التحقيق، لا يوجد ضمانات. ولكن نحن كل يلي فينا نعمله كحقوقيين هيدا يلي فينا نعمله ألمنا ونرفع الصوت وندعم التحقيق، ندعم التحقيق. نحن ما عم ندعم القاضي بيطار، نحن عم ندعم مسار تحقيق ماشي بالطريق الصحيح، لأنه حاليا هيدا التحقيق ما عم بيحاكم لا علي حسن خليل ولا فينيانوس ولا زعيتر ولا حدا، هيدا التحقيق عم بيحاكم نظام، لأنه يلي وصلنا لهوني هو فساد نظام بأكمله. نعم. يعني ما عم نحكي في هيدا الشخص متورط، في هيدا محاكمة نظام. فنحن كحقوقيون كشعب كنحن كل يلي فينا هو ندعم بالقول وبالكلمة. طيب. هيدا أكتر شيء فينا نعمله حاليا بدعم الرئيس، بدعم التحقيق وليس الرئيس بيطار. جات تبعنا مبارح بذكرى يعني احتجاجات 17 أكتوبر في بيروت، نوعا ما العنوان كان موحد دعم للقاضي بيطار، إلى أي مدى يسمع هذا الدعم برأيك لدى السلطة، لدى الأحزاب التي تعارض التحقيق برمتهن، كان مع القاضي بيطار أو غيره؟ يعني بطبيعة الحال المسارات السياسية يعني التي انطلقت من بعد انتفاضة 19 تشرين لابد أن يكون أن تتطور لغويا وسياسيا، وكان البارحة جزء من هذا التطور، أن يقول الشارع أن يوم 17 تشرين ليس لإحياء ذكرى إنما تكملة مسار لدعم استقلالية القضاء. تماما كما قال فاروق، المسألة لا تتعلق باسم شخص البيطار، إنما مسار تحقيق يبدو إلى الآن أنه يعني على الأقل غير مسيس أو أقل شرا من أي مسار تحقيق أتى أو شهده اللبنانيون في العشر سنوات الأخيرة أو على الأقل منذ 2005. فليكن اليوم الشارع ومعركته في مسألة الحريات والعيش والكرامة أن يكون هناك استقلالية قضاء، أن يكون هناك مسار تحقيق خارج التسييس. سنعود إليكم ضيوفنا الكرام ونستكمل هذا الحوار، إنما بعد فاصل قصير. شو مفروض واحد يجاوب؟ لازم نلوم واحد، شخص واحد، ولا لازم نلوم منظومة، ولا لازم نلوم حكومة، ولا لازم نلوم شيء صار لنا عايشين فيه 30 سنة، ولا ما بعرف. يعني في بركة لوم امي وبي لننتخبه يمكن الى حد ما حدا معين يعني بوقته، بس انه هلا امي وبي وعيوا. والله كل شيء ممكن بهالدنيا، بلبنان كل شيء ممكن، دنيا العجايب هون. لوين بدها توصل هيدي التحقيقات؟ هي التحقيقات اذا
صادقة ومضبوطة ومبنية على القانون أكيد بتوصل. ليش ما بتوصل؟ لا العدالة ما بعرف إذا حيكون في عدالة أو يصير في عدالة عن وقت قريب يعني، بس ممكن تاخد وقت أكثر. أنا برأيي الرأي العام أول شيء هو اللي رح يحاسب، ثانياً أنا برأيي أنه الدولة لازم تشد أزرة شوي وتساند هالقاضي، لأنه اليوم نحن بنعرف أنه في سلاح كتير متفلت بالبلد، وهيدا سلاح عم بيضغط على مين مكان. التحقيقات ما بعد ما طلع نتيجة شيء بعد، حديث ثاني ما طلع شيء نتيجة تحقيق شيء بعد، نتيجة التحقيق إن شاء الله خير يعني. نعود إلى ضيوفنا. نزار، أود أن أسألك عن رأيك بالاجتماع الذي سيعقده مجلس القضاء الأعلى مع القاضي بيطار، وهل هناك أي يعني معلومة أو توجه معين يمكن أن يرشح عن هذا الاجتماع؟ مجلس القضاء الأعلى ما عنده صلاحيات كتير كبيرة، عنده صلاحية بالسهر على حسن سير القضاء، فبحق له يسأله يستفسر منه إذا كل شيء ماشي، إذا عنده أشياء ناقصة، إذا يستفسر منه ربما على بعض التشكيك اللي حصل، ولكن ما بيقدر يعطيه أوامر، ما بيقدر يضغط عليه لحتى يعمل كذا أو لا يعمل كذا، وبالتالي الحدود تبع تدخله معروف إجمالا. بتصور هو من الإجراءات يلي متخذة لتهدئة الأطراف السياسية الغاضبة أكثر ما هو إجراء يراد منه إنزال أي تدبير أو ضغط على القاضي. طيب فاروق، هناك من يحمل مسؤولية للقاضي بيطار عما جرى من أحداث في الخميس الماضي في بيروت، أدت أو ذكرت بعض اللبنانيين بمشاهد الحرب الأهلية اليوم. إلى أي مدى هذه الضغوط برأيك سيكون لها تداعيات على هذه القضية برمتها؟ يعني إما التوصل إلى حقيقة وعدالة فيما يتعلق بهذا الانفجار، أو السلم الأهلي كما كنا نتابع. للأسف دائما اللبنانيين عندهم بيتم تخييرهم ما بين السلم الأهلي وما بين العدالة، ما بين الاستقرار وما بين السلم الأهلي، ما بين الاقتصاد وما بين السلم الأهلي. ولكن بالعودة إلى المسؤولية، قاضي استدعى أحد المشرعين يلي هو لازم يكون عم يصدر القوانين ويعمل على تطوير القوانين. هيدا المشرع لم يعتبر أول في المرحلة الأولى كان جدا مقبول مع يلي عم بيصير هناك نزاع قانوني ضد القاضي أمام محكمة الاستئناف، أمام محكمة التمييز، والمدعى عليه له حق باستعمال القانون واللجوء إلى القانون والمواد القانونية. ولكن فيما بعد المدعى عليه المطلوب إلى التحقيق اعتبر نفسه غير معني بالذهاب إلى التحقيق وهو مشرع، ونزل اعترض على الأرض ضمن إطار اعتراض كان غير سلمي أيضا يعني. فما بعرف كيف بدنا نحمل الرئيس بيطار اللي صار يعني، صار حسب ما شفنا، وحتى لهلأ الرواية الرسمية منا واضحة مين كان عم بيقوس عمين يعني. الرئيس بيطار قاضي قاعد بمكتبه، في طيب. طرف نزل على الأرض، يمكن كان في طرف مقابل صار في إطلاق نيران، ما بعرف هاي المسؤولية ليه بدنا نحطها عند الرئيس بيطار. ولكن هذا نوع من الضغط السياسي على الحكومة، والضغط طيب. على القضاء، والضغط النفسي على الرئيس بيطار ليتحمل هو مسؤولية ما حصل. بس وين طيب. المسؤولية على الرئيس بيطار؟ واضح. هون بدي أسألك جاد على قصة الحكومة، يعني بعد شهور من انتظار لولادة حكومة، ولدت حكومة نجيب ميقاتي، اليوم هذه الحكومة إلى أي مدى برأيك مهددة بما يحصل في ظل امتناع حزب الله وأمل والمردة من حضور الجلسات؟ أعتقد أن مسألة الحكومة في تشكيلها أساسا يعني جزء لا يتجزأ من نظام المحاصصة. طبعا يعني استغرقت وقت كبير لتشكيلها، ولكن عادة ما تكون يعني التأليف في نظام المحاصصة يأخذ هذا المد والجزر بين الأقطاب السياسية في البلد، وربطها مباشرة بملف البيطار. أعتقد أن المسارين يعني في ارتباط مباشر مع ماذا سيقوله الليلة أمين عام حزب الله حسن نصر الله في هذه المسألة، لأنه يبدو هناك توجه سياسي جديد، أو على الأقل سيناريو جديد أو سردية قد تطرح أو تخلق أسئلة جديدة في ملف البيطار أولا، وفي ملف الاستقرار الأمني في البلد في الأيام المقبلة. هنا يعني تعود مجددا السلطة عبر أدواتها إن كانت أحزاب أو الحكومة في ترسيخ أن
الاستقرار يقابله الأمن القومي أو الاستقرار والحريات في دفة والأمن القومي في دفة أخرى. أقول أن الاستقرار والعدالة لا يمكن أن يكونا في أي وطن من دون حرية، من دون حرية إعلام ومن دون حرية التعبير لكل مواطن في انتقاد السلطة التي يعيش تحت نفوذها. دعونا نطلع على نتائج الاستطلاع الذي طرحناه على متابعي سكاي نيوز عربية على منصاتنا الرقمية. سألنا: هل تعتقد أن الضغوط قد تؤدي إلى عزل القاضي طارق بيطار في لبنان؟ والإجابات كانت على النحو التالي: 72% من المتابعين يعتقدون بأن الضغوط السياسية ستكون كافية لعزل القاضي بيطار، فيما صوت 28% من المتابعين بأن الضغوط لن تؤدي لعزل القاضي بيطار. نزار، بدي أسألك قبل ما ينتهي وقتنا، هل كانت المشكلة في الاستدعاءات التي قام بها القاضي بيطار من الناحية القانونية؟ يعني لأنه كان البعض اعتبر أنه من فريق واحد تمت الاستدعاءات باختصار. أبداً، هيدي الحكي تبع الاستهداف السياسي وتحويل كل استدعاء على أنه استهداف سياسي وبيخلق خطاب طويل عريض، هيدا مش جديد بلبنان، وهيدا دايماً تنتهجه القوى السياسية لتهرب من أي محاسبة. المشكل الأساسي أنه من 30 سنة القضاء هو تحت السياسة، هو والسياسة فوق القضاء وفوق القانون. إجا قاضي تيقول بطريقة مختلفة أنه اليوم لا، السياسة بده يجي لعندي، بده يتحاسب مثله مثل غيره من الناس، فخلقت هيدا النقمة استسفروا الغضب، ما بينفهم غير محاولة واضح إعادة الوضع مثل ما كان. أستاذ فاروق، شو الخطوات اللي يمكن تتخذ اليوم أيضا من الناحية القانونية وباختصار فيما لو حصل ما تتخوفون منه وتم كف يد القاضي بيطار، أو أي سيناريو تعتبرونه مقنع لكف اليد؟ يعني مثل ما حكي نزار بالأول، موضوع الهيئة الاتهامية كإقرار هيئة اتهامية استثنائية فقط لهيدا الملف، هيدا طبعا خطوة للالتفاف على الملف، لأنه وأنا بعتبرها أنه خطوة لموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والرؤساء، لسبب لأنه هيدي الهيئة يلي رح يتم تشكيلها رح يكون عندها القدرة، لا هي هيئة اتهامية رح يكون عنده قدرة على طعن وفسخ قرارات الرئيس بيطار، ومنها قرار رد الدفوع الشكلي اللي عادة عم يتقدموا بالدفع الشكلي عدم اختصاص القاضي كونه هناك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فهيدي رح يتم في حال تم تشكيلة بالطريقة الاعتيادية اللبنانية على الطريقة السياسية اللبنانية، رح يتقدم دفع شكلي أمام الرئيس بيطار ورح يتم فسخ هذا القرار عند رد الدفوع الشكلي وإحالة الملف وعدا عنه. وعم نحكي كل القرارات يلي رح تصدر عن رئيس بيطار بيصير هيدي الهيئة قادرة تفسخها. واضح. فاروق، قبل ما ينتهي وقتنا، جاب تعليقك على 72% قالوا نعم، 28% قالوا لا. يعني هذه تجربة اللبنانيين في أي ملف له علاقة يعني باستقلالية البلد. هناك حزب ميليشيوي يقوم بحل أي ملف شائك عبر الشارع. ما شاهدته بيروت من أحداث طيونة عين الرماني هو سيناريو متوقع يعني كأداة عند الأحزاب الميليشيوية، وأخشى أن تكون نتائج هذه السيناريو في صالح السلطة كما جرت العادة، ولكن أعتقد أن الشارع اليوم سوف يكون رافعة قوية لاستقلالية القضاء. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا من بيروت، الكاتب الصحفي جعد شحرور، كان معنا عضو لجنة المحامين للإدعاء عن الأجانب فاروق المغربي، والمدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صغية. شكرا جزيلا لكم، وبطبيعة الحال الشكر يمتد لكم مشاهدينا على تفاعلكم وتعليقاتكم. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل في نفس التوقيت في حلقة جديدة من حوار بلس. للقاء.